الفيديو ده صاحبي انا هكلمك عن موبايلات اسعارها نزلت بس عن سامسونج وشاومي، فلو انت محب سامسونج او شاومي اللايك سبسكرايب فعل الجرس عشان يوصلك منها دايما كل جديد، وتعالى بقى معايا كده عشان نشوف الموبايلات اللي اسعارها نزلت من الشركتين دول هما ايه. اهلا وسهلا بكم، انا محمد ودي قناة ام كي ريفيوز، وخلينا نبدأ اول حاجة مع شركة سامسونج في فئة سعر من 2000 ل 3000 جنيه. وافضل موبايل من سامسونج هنا سعره نزل وبقى ممتاز جدا هو السامسونج M12. موبايل بيجي بشاشة اي بي اس 90 هرتز، موبايل هيديك استخدام يومي ممتاز، هطلع لك برضو شوية صور يعتمد عليها بشكل كبير لو انت هتصور بالصبح، ما انصحكش طبعا بالتصوير بالليل. موبايل من الاخر للاعتمادية للاستخدام اليومي، شحنه الى حد ما 15 واط، برضو هو مش افضل حاجة، ولكن انت بتدور على براند واعتمادية، موبايل سوفت وير وسلس مليان فيتشرز، فهنا السامسونج M12 يعتبر صفقة كويسة جدا لو هتكلم على شركة سامسونج. سعر الموبايل وصل دلوقتي ل 2600 جنيه بدلا من 2800 و2900، وهسيب لك لينك الموبايل تحت في الديسكريبشن. اما بالنسبه لتاني موبايل برشحه من سامسونج سعره نزل هو السامسونج A22، افضل موبايل شبه متكامل في بدايه ال 3000 جنيه عشان ما حدش يغلطني في الكلام. لو انت عايز موبايل ب 3000 جنيه 3100 جنيه بالظبط، يعتبر لامم اغلب الحاجات، متنزل عن بعض الحاجات ولكن اغلب الحاجات الاساسيه موجوده فيه، فهيكون السامسونج A22. عندك شاشة اموليد HD بلس مع سوفت وير مستقر و90 هرتز، يعني هتاخد اداء يومي كويس قوي قوي قوي. عندك معالج ميديا تك هيليو G80 ومعاك 4 جيجا بايت رام 64 جيجا ذاكرة داخلية، فهتاخد تجربة العاب منطقية في بداية فئة 3000 جنيه، مش احسن وافضل تجربة العاب، ومعاك كاميرات كويسه لموبايل في بدايه فئه 3000 جنيه، تقدر تصور بصور الصبح كويسه سواء كانت كاميرا خلفيه او كاميرا اماميه، زائد انك معاك هنا كاميرا الالترا وايد انجل، ومعاك بصمه كويسه جدا موجوده في زرار باور، هتشتغل معاك بكفاءه جدا وبسلاسه جدا. سعره دلوقتي 3050 3100 جنيه بكتير، فيعتبر صفقه ممتازه، واسيب لك برضو اللينك تحت في الديسكريبشن. نيجي للموبايل اللي بعده من سامسونج سعره نزل قوي، وهو موبايل من فئه ال 5000 ل 6000 جنيه، واكيد لو انت في اهتماماتك الكاميرا فاكيد هتروح للموبايل ده، وهو السامسونج A52. الموبايل هنا بيقدم لك شاشه اموليد ممتازه جدا مع استغلال حواف يعتبر مقبول، موبايل هيدي لك اداء يومي ممتاز واداء جيمنج يعتبر مقبول ومتوسط في الفئه السعريه دي. في طبعا موبايلات اقوى منه لو انت بتدور على تجربه الالعاب زي البوكو اكس 3، ولكن انا بكلمك على سامسونج. لو انت عايز موبايل من سامسونج سعره مناسب جدا وبيقدم افضل تجربه تصوير، هيكون اكيد ال A52، وبرضه هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. اما بالنسبه لاخر موبايل من سامسونج بقى يعتبر متكامل قوي قوي قوي، الموبايل ده مفيش حاجه ناقصه حرفيا غير نقطه الشاحن، غير كده الموبايل ده جبروت، وهو السامسونج A52S. والمهم انك تكون بتدور على افضل تجربه تصوير وافضل مشاهده محتوى، شاشه في الوانها وفي تفاصيلها مفيش زيها، سماعات ستيريو من افضل واقوى سماعات الاستيريو في الفئه السعريه دي، كاميرات رهيبه سواء كانت خلفيه او اماميه، سعره عمال بينزل بشكل كبير دلوقتي، تسعيره 6700 جنيه بدلا من 6900، ولو ضغطت على البايع هتجيبه كمان ب 6600 جنيه. ننتقل بقى لشاومي، وتعالوا نشوف مع بعض الموبايلات اللي سعرها نزل من شاومي وبقت كويسه جدا. اول موبايل سعره نزل من شاومي حاليا هو الريدمي 10. لو انت بتدور على موبايل من شاومي في بدايه فئه 3000 جنيه للجيمنج، فروح على طول للريدمي 10. لو انت بقى مش بتاع تجربه العاب وعايز موبايل متكامل بشكل كبير، فاقول لك الريدمي نوت 11، سعره دلوقتي 3700 جنيه للنسخه ال 428، وممكن تجيبها اقل من كده من بعض المحلات. نسيب بقى الفئه السعريه دي في شاومي وننتقل لفئه ال 4000 جنيه، ونبص على الفئه دي مش هنلاقي غير موبايل واحد يعتبر جبروت دلوقتي، وهو موبايل للالعاب سعره نزل بشكل كبير وبقى صفقه كويسه جدا، وهو البوكو اكس 3 برو. موبايل دلوقتي سعره بيوصل للنسخه ال 128 جيجا ل 4600 جنيه بدلا من 4800 و4900، من 4 ل 5000 جنيه، ده اقوى تجربه العاب، وبرده هسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن. بس المهم انك عايز تجربه العاب بس، مش عايز شاشه كويسه، مش عايز كاميرات كويسه، انت عايز موبايل بيقدم كل حاجه مقبوله بس تجربه الالعاب ما بيهزرش فيها. طيب نسيب الفئه السعريه دي ونطلع لفئه من 5 ل 6000 جنيه من شاومي، وهنا الموبايل الوحيد اللي اقدر اقوله لك اشتريه وانت مطمن هو البوكو اف 3. الموبايل سعره 6100 جنيه بالظبط، يعني هتزود بس 100 جنيه وهتاخد موبايل جبروت العاب اقوى كمان من البوكو اكس 3 برو، ولكن مع الاحتفاظ بشاشه ممتازه 120 هرتز اموليد، تصميم ازاز فخم ومحترم جدا، موبايل مشاكله تعتبر اقل بكتير من اي موبايل تاني لشاومي. المشكله الاكبر في الموبايل ده بالنسبه لي اللي ممكن تواجهني انه ما بيدعمش تركيب كارت ذاكره، ولكن غير كده الموبايل ده ما بيهزرش في كل الحاجات التانيه. فلو انت بتدور على موبايل قوي جدا من شاومي في الفئه السعريه دي سعره يعتبر
كويس جدا دلوقتي ولازم تلحقه، وخصوصا بعد ما الريدمي نوت 11 برو قرب ينزل، فاكيد الموبايل ده هيختفي قريب ومش هتشوف حاجه بالامكانيات دي. لو هنوصل بقى لحد بدايه فئه ال 7000 جنيه فهو موبايل واحد بس من شاومي اللي اقدر ارشحه لك، وهو اكيد الشاومي 11T، كان 7800 مش عارف ايه، دلوقتي وصل ل 7100 7200، وهنا بتكلم على اول نسخه منه. دي كل موبايلات سامسونج وشاومي اللي صار نزلت حاليا، واكيد مكمل معاكم في السلسله دي، وهنحاول نغير نشاط السلسله دي في الفتره اللي جايه، مش بس هركز على افضل موبايلات سعرها نزلت وبقت صفقه ممتازه، لا انا هحاول الم لك كل الموبايلات من كل الشركات، عشان لو انت محب لاي شركه تقدر تشوف الموبايلات اللي اسعارها نزلت حاليا وتروح تشتريها. واكيد طبعا بعد كل التعب ده لايك سبسكرايب فعل الجرس، عايزين نوصل 50000 مشترك في اقرب وقت، وكالعادة أكيد انتظرني في فيديو جديد، وسلام.